حالتي من الفول. اليوم بتكلم عن قصة الشردة من التاكسي اللي انتهت بأسوأ طريقة ممكنة. القصة دي ما أذكر بالضبط في سنة كم، بس اللي أذكره إننا كنا صغار والشي ذا كان في شهر رمضان. في الوقت ذاك كنت أكبر شبيح للاتحاد، مو مشجع ولا متعصب، لا شبيح تغلط على الاتحاد ولا محمد نور بتنقد. في ذاك الوقت إذا عرفت إنك هلالي ولا أهلاوي ما بيننا السلام ولا كلام، ما بيننا إلا السيوف. كنت مختل تمام يا رجال. إذا كنت قريبي واكتشفت إنك مو تشجع الأهلي، لا فاتح حساب في البنك الأهلي بس بقطعها معك، مع إنه الأهلي والبنك الأهلي ما لهم صلاح في بعض. بس للأسف تعرضت لغسيل دماغ، كنت ضحية غسيل عقل، راسي كان عملاق على فاضي حمار. كان في واحد كبير في حارتنا اتحادي كل يوم يطلع لنا اشاعات عن الاندية الثانية ويسفل فيها ونصدقه. ذا كان اكبر شبيح للاتحاد في الارض، من قوة ما يكره الاهلي حتى اهله ما يسميهم اهلي، يسميهم عائلتي. ما تسمعه يقول رايح عند اهلي، ما يقول الكلمة دي، هو اللي كان يغسل عقولنا تمام. في مرة شافني مشتري كريم اسمه نيفيا، بدأ يقول لي انت مجنون ولا ايش؟ قلت له ليش؟ قال لي ذي منتجات المدلعين، ذا يستخدموا الهلاليين عشان كذا ازرق. قلت له من جد؟ قال لي ايوه، اللي يستخدموه كلهم هلاليين مدلعين يعتنوا ببشرتهم. قلت مستحيل عناية بالبشرة، this is gay. كنت اشوف اي واحد يحط كريم في وجهه غير الفازلين جي. بوم رجعت ابو الصيدلية وما استخدمت نيفيا لليوم، لانه من شب على شيء شاب عليه، خلاص عقلي انغسل من زمان. كنت شبيح ضد كل الأندية ما عدا الشباب، لأني ما قد قابلت مشجع شبابي في حياتي كلها، تسمع عنهم بس ما تشوفهم كأنهم أساطير إغريقية تمام. المهم وإحنا قاعدين نشبح للاتحاد، واحد من العيال قال إيش رأيكم نمشي نتفرج تدريبات الاتحاد؟ قلنا له أنت مجنون ولا إيش؟ النادي يبعد عننا 30 دقيقة، ما معانا فلوس ولا سيارات، وما قد طلعنا من الحي بزورة، كيف تبغانا نسافر؟ قال نجمع الاسبوع والاسبوع الجاي نروح. قلنا الله فكرة جيدة، قل له بس. جاء الاسبوع اللي بعده وكنت مجمع ميزانية 20 ريال كاملة، ذي ما كانت ثروة كبيرة وبس، قرض كامل من بنك الراجحي لاني ما اتعامل مع البنك الاهلي. نادي الاتحاد كان عندهم تمارين مفتوحة وتقدر تشوف اللاعبين من قريب والحاجات ذي، فقلنا لازم ناخذ ذي الفرصة، عارف كيف نحقق احلامنا، نشوف محمد نور، نشوف حمد المنتشري، الاساطير كلهم كانوا قاعدين، عارف كيف دائما نشوفهم في التلفزيون والحاجات ذي، نبغى نشوفهم في الحقيقة المرة ذي عشان نتأكد انه ما هم فوتوشوب. قطينا قطة وركبنا تاكسي ومشينا نادي الاتحاد. المسافة كانت 30 دقيقة تقريبا، كانت سفر بالنسبة لنا لسه صغار. في البداية كل واحد كان معاه فلوس، مشينا مطعم جنب النادي، اشترينا بطاطس ومدريش. ذاك اليوم كنت مدلع نفسي، اشتريت بطاطس يحطوا فيه ملعقة، كان شيء فخم صح. كنت في العادة اشتري بطاطس ينحط في كيس وعصير ينحط في كيس، الميزانية ما كانت تسمح اشيل ابو ملعقة، بس ذاك اليوم قلت لازم ادلع نفسي لانها كانت رحلة العمر بالنسبة لي تمام. كنت اجمع لها اسبوع كامل، فاشتريت بطاطس معاه ملعقة بخمس ريالات كاملة. دخلنا النادي، شفنا اللاعبين من بعيد، شفنا محمد نور، حمد المنتشري، اسامة المولد وبقية الشعب، بس من بعيد واحد من الجماهير مفضوح طول التمرين يصيح محمد نور سوي حركة. بعد نص ساعة محمد نور صرف له حركة عشان يسكته، قام يصيح شوية ويبكي. خلص التمرين طلعنا برا النادي ولقينا كل الشعب واقفين عند باب المواقف منتظرين اللاعبين يطلعوا، وهذا اللي كنا منتظرينه. صح اننا شفنا اللاعبين بس شفناهم من المدرجات بجودة 144، نبغى نشوفهم من قريب، عارف كيف. انتظرنا كم دقيقة وبدأوا اللاعبين يطلعوا. أذكر أول شيء طلع رضا تكر، ورضا تكر أسطورة فاهم كيف، بس في الأيام ذيك ما أدري إيش سوى بالضبط، جلة كورة ولا حاجة، الشعب كله كان معصب عليه. طلع بشويش والناس كلها بدأت تطالع فيه بنظرة جالب العار ولا شيء زي كذا، ما أدري إيش سوى، بس حتى أنا أذكر إني ما كنت متحمس أشوف رضا تكر بصراحة. في الكورة الجمهور يقلب عليك في لحظة، الناس كلها تحبك تصفق لك، فجأة تضيع كورة الناس كلها تكرهك، عارف كيف. فشكله جلة كورة والله ضيع هدف في مباراة. المهم إنه رضا تكر طلع ومشى، بعدها طلع صالح الصقري، وصالح الصقري ذا برضو كويس، بس في الأيام ذيك أذكر طالعت فيه وقلت يا ابويا ما حد يبغى يشوف صالح الصقر، امشي من هنا فاهم كيف، شكله ضيع بلنتي. فجأة طلع حمد المنتشري لابس نظارات شمسية في الليل وراكب بورش، والناس كلها بدأت تنجن، حمد المنتشري اوه شي. حمد المنتشري ذا اسطورة الاساطير، عارف كيف، اخذ جائزة افضل لاعب في اسيا وافضل مدافع ما ادري شو، كان محبوب صح. اول ما طلع من الباب بديت اطالع فيه ما انا مصدق، ها
هذا حمد المنتشري بشحمه ولحمه، وزير خط الدفاع، مدرك أم العرضيات، هذا هو نفسه. كنت مبسوط من جد، وأسنانه كانت كبيرة صح نفس اللي في التلفزيون. عضة واحدة منه يجيك رباط صليبي على طول. بعدها طلع بوشروان. طبعا بوشروان ذا ما كان من عيال النادي، كانوا مشترينه من نادي ثاني، بس بعد الهدف اللي سجله في الاستقلال صار ليجندري. الاتحاد كان يلعب ضد الاستقلال في جدة في دوري أبطال آسيا، والاستقلال كان متقدم بهدف وخلاص حسبناهم بيفوزوا، بس في الدقيقة 86 عماد متعب سجل هدف، قلنا أوكي الحمد لله بتنتهي بتعادل يا رب لك الحمد. بس في الدقيقة 91 بوشروان مسك الكورة من نص الملعب وفجر أبو أم الباب، سجل هدف الفوز في الاستقلال. وفارس عوض انجن، بدأ يسميها الإرهابي مدريش لأنه يفجر هدف الخصم، فاهم كيف؟ فارس عوض ذا معلق. وفي الأيام ذي كذا فارس عوض أعطاك اللقب، خلاص بيصير هذا لقبك بعد كذا، لو سماك أسامة بن أنت أسامة بن لادن عارف كيف. فأول ما بدأ بوشروان يطلع من الملعب بدينا نصيح إرهابي إرهابي إرهابي، الشرطة قربوا يطلعوا مسدساتهم، انصدموا يحسبوا اننا فانزات القاعدة ولا شيء، ما كانوا عارفين انه ذا لقب بوشروان. بوشروان مشى، فجأة طالعنا في الافق في موقف السيارات جوا النادي، وكل شيء صار سلو موشن وشعاع الحق ينبثق من المواقف. محمد نور طالع وماشي لسيارته، انا قلت لا مستحيل ما. محمد نور القوة العاشرة، هزيمة راحت حق الاتحاد بشحمه ولحمه. قاعد اطالع فيه من بعيد ماني مصدق انه حقيقي، هذا اللي كنت اسمع عنه الاساطير كل يوم. اذكر الشبيح حق الحاره كان يقول لك محمد نور لما كان عمره 16 ما انقطعت منه الكوره الاربع سنوات لين صار عمره 20، انقطعت منه الكوره يعني ما حد قدر يلمس الكوره وهو يلعب لاربع سنوات كامله. وانا زي الحمار كنت اصدق الكلام ده، وليش ما اصدق هذا محمد نور؟ محمد نور ركب البنت اللي وصل عند الباب، فجأة الشعب كله قلب زومبي، بدأت أسمع أصوات غريبة مدريش، الشعب قلب زومبي ما صدقوا، اللي بدأ يغني ياكلك حبة حبة، اللي بدأ يصيح بدأ ينجنوا فاهم كيف. في واحد خوية مشهب ومسوي إنه قوي واو مدريش، أول ما شاف محمد نور قال محمد نور أحبك مرة، فضح أهلنا تمام. قاعدين نضحك على فانزات جاستن بيبر لما يجروا وراه، والعيال هناك كانوا يسووا نفس الشيء. أول ما طلع الناس كلها بدأت تجري ورا سيارته، خلاص سحبوا على أي لاعب ثاني بيطلع، زي اللي يمشي المتحف عشان يشوف الموناليزا، بيشوف الموناليزا ويمشي، ما حد يهتم يشوف اللوحات الثانية فاهم كيف. بعد ما مشي محمد نور قلت لازم أشتري بطاطس مرة ثانية بالمناسبة دي، ما فكرت في شيء اسمه فلوس تاكسي تمام. طلعت من البيت بميزانية 20 ريال، 5 ريالات قطت التاكسي اللي جينا فيه، 5 بطاطس، والحين 5 بطاطس ثانية. بس المرة ذي اشتريت مع البطاطس عصير مانجا عملاق ب4 ريالات كاملة، بقى معايا 1 ريال بس. والورطة انه العيال نفس الشيء، كل واحد خلص ميزانيته ورجعنا لوضعنا الطبيعي على الحديدة. بعد ما طلعنا من المطعم كنا لسه مبسوطين، بس لما فكرنا نوقف تاكسي ونروح البيت بدينا نستوعب الوضع، كأنه جات سحابة سودة فوق رؤوسنا، ما معانا فلوس تاكسي. المسافة من النادي للبيت 30 دقيقة بالسيارة، السفر كامل. قلنا كل واحد يطلع كم معاه، كل واحد طلع من جعبته 2 ريال مدري ريال، كلها مع بعض كانت 7 ريالات، ايش نسوي بأمها هذه؟ بدينا نتشاور ونفكر ايش نسوي، وللأسف ما كان في الا حل واحد، الاستراتيجية الوحيدة اللي يمكن نسويها استراتيجية الحساب يوم الحساب. ما حنقدر ندفع فلوس تاكسي بس نحتاج نركب تاكسي فاهم كيف. واحد من العيال بدأ يطلع لنا عذر شرعي، بدأ يقول حاجات زي ما حنقدر ندفع له فلوس بس نعوض بشيء احسن من كذا، ندعي له في صلاة الفجر. كلنا قلنا كلام صحيح، الدعاء احسن من الفلوس، بيكرهنا اليوم بس في يوم القيامة بيشكرنا على الدعوة ذي. قلنا كلام صحيح، خلاص قلنا بنطبق استراتيجية الحساب يوم الحساب. بدينا نصنع الخطة، كان في مول جنب حارتنا وتحته في مواقف، الخطة كانت نوقفه جنب المول، ننزل من التاكسي بشويش، فجأة نفك سبرت نخش المواقف، نطلع من الجهة الثانية نروح البيت ننام، انتهى الموضوع. خطة بسيطة فاهم كيف، خلاص قلنا بنطبقها. بدينا نوقف تكاسي ونختار اللي نشرد منه بعناية تامة. اول تاكسي وقف كان واحد معضل باين انه ياكل حديد في الفطور، قلنا ناه، صرفنا جده على طول، قلنا لهم الطايف ماشيين، الطايف الطايف بكم؟
الطايف ذي مدينة تبعد عن جدة ساعتين، عارفين انه حيرفض، حقر فينا ومشى. بعدها وقف لنا واحد باين عليه مسكين وقلبه طيب، قلنا ذا لو دعا علينا بنروح في 60 داهية برضو صرفنا. بعدها وقف لنا واحد باين انه يحتاج دعاء، قلنا بس، ركبنا معاه على طول. واحنا حمير ما خططنا زي الناس قبل ما ننزل، بدينا نخطط بعد ما طلعنا التاكسي. اثنين من العيال كانوا على يميني ويساري وانا في النص وواحد قدام، بديت اهمس لهم انه نفتح البيبان بشويش وننزل كلنا، وبعد ما ننزل نبدأ نجري عشان يكون عندنا فرصة. لو فتحنا البيبان وجرينا انا حمسك. كلهم قالوا اوكي، بس بعد 5 دقائق كل شيء بدأ يتغير. راعي التاكسي ذا كان مجنون حرفيا، نكون واقفين في اشارة منتظرينها تفتح، اول ما تصير خضرة في ربع ثانية يدق بوري يبدأ يسب. امشي يا ابن كان يسب زي مرتضى منصور، فاهم كيف؟ واحد يسقط عليه بالغلط يوقف جنبه يبدأ يسب يا ابن انا بنزل. بدينا نطالع في بعض انا والعيال، عرفنا انه ربنا عاقبنا عن النية السيئة اللي كنا حاطينا، عقاب من ربنا، فاهم كيف؟ كل العيال صاروا خايفين. فجأة الخطة مو نسوها وبس، تبخرت في الجو. خلاص وصلنا المول، اول ما وقف التاكسي يمكن بعد ثانية واحدة بدون مبالغة العيال فتحوا البيبان، بوم فك سبرنت. انا كنت في النص ما كان عندي وقت اجري، جيت قاعد احاول انزل، حسيت بيد كبيره تمسك راسي وصوتي يقول يا ابن الكلب. عرفت انه خلاص رحت فيها، قسم بالله كان شيء كوميدي. انا راكب ورا وهو راكب قدام، بس ماسك راسي كذا من بين الكرسيين وما اقدر اتحرك. بديت انادي الشعب هاي هاي. فجأة واحد من العيال اسمه ابو سعدية رجع وبدا يقول له والله ما كنا قاصدين. كيف ما كنا قاصدين يا ابو سعدية؟ كيف ما كنا قاصدين؟ طلع لي عذر ثاني. كيف ما كنا قاصدين؟ راعي التاكسي بدا يقول فين الفلوس؟ قال له اعطيني 5 دقائق بس بروح اجيبها واجي. مشي فك سبرنت يدبر فلوس. ذي ما فكرنا نسويها اصلا، ما فكرنا اننا نوقف تحت بيت اي واحد من العيال ونجيب فلوس. عقولنا ما كانت تشتغل زي الناس العاديين، تمام؟ من النهايه كنا حمير. المهم بدا يقول لي لو صاحبك ما جاء في 5 دقائق بوديك قسم الشرطه. قلت له لا بيجي، ما عليك بيجي. وقعدت يمكن 5 ولا 6 دقائق وانا جالس في الكرسي اللي ورا بس راسي قدام زي كذا. بس فجاه جاء ابو سعديه واعطاه فلوسه. بعد ما اعطاه فلوسه قال له انت كمان اركب بوديكم كلكم الشرطه. ها؟ قلنا له لا والله معليش ما كنا قاصدين، المره الجايه ما حنعيدها. قال له اركب بوديكم الشرطه. قلنا له خلاص ما يحتاج، اعطيناك الفلوس. قال له عرفت انكم سويتوها ثاني بوديكم الشرطة. قلنا له ابشر ما حنعيدها ثاني ان شاء الله. فكني وخلانا نمشي، قعدنا نضحك على الشيء ذا طول الطريق للبيت. راعي التاكسي ذا كان يبغى يخوفنا بس شافنا بزورة قال يخوفنا عشان ما نسوي كذا ثاني. بس في اللحظة ذيك انا حمار ما كنت استوعب، حسبت انه ذا تهديد حقيقي. بس بعد ما كبرت قلت دقيقة، ذا كيف بيدري اصلا اننا شردنا من تاكسي ثاني؟ كيف بيعرف؟ سلامات اف بي اي. ونادم على الشيء اللي سويناه بصراحه، كنا اطفال متهورين. بس كذا الحياه تجارب ودروس، الواحد يتعلم منها عشان ايش؟ يصير افضل. وفعلا صرت انسان افضل بكثير الحمد لله يا رب، لانه من بعد ذاك اليوم ما مسكت من تاكسي ولا مره، خلاص صرت محترف، فاهم كيف؟ كل اللي شردت منهم هارد لك. وتبرعت باسمكم، انا اعتذر على الشيء ذا. واغلبكم طالب انه المعلق دنجور ملك الفجور يرجع يعلق على كاس العالم، دنجور بيرجع من اليوم. بعد المقطع ذا بنزل تعليقه في الانستا، لاني لو نشرته في اليوتيوب بينحذف على طول، كوبرايت كاس العالم ما يمزح. كل يومين بيعلق على مباراة جديدة بس في الستوري، لاني لو نزلته بوست ولا ريل برضو بينحذف. مقطع جديد في الطريق. الموضوع هذا كله خلينا ندخل على يمين بالله نصبوه. نصبوك، رجع فلوسك من المعدل ذا.